أما براد بيت فأثبت فعلا أنه الأقوى في التغلب على موضوع الانفصال، وأنه بيحاول يتخطى الموضوع ده وما يبعدش عن فنه ولا التزاماته. ومن بعد ما خلص بريمير فيلمه ألايد في ألي، سافر الصين للعرض العالمي الأول ليه، وتحديدا في شنغهاي. والواضح ان الفانز لسه بيحبوا براد جدا حتى من غير ما تبقى انجلينا معاه، وده اللي شفناه لما وصل الريد كاربت اول ان بلاك، وهو اتصور معاهم ووقع اوتوغرافات لمده 40 دقيقه، وكان واضح ان موده حلو جدا والابتسامه ما فرقتهوش. ومش بس كده، ده كمان شارك في ندوه عن الفيلم وجاوب على اسئله الصحافه اللي كان فيه تشديد انها تكون عن الفيلم بس. But ultimately, it's one of those really strong romantic thrillers that many of the classics are based in. We think it's one for everyone, and that's why we wanted to bring it here. الزيارة دي هي الأولى لي من حوالي سنتين. ففي سنة 2014 كان مع جولي لما كانت في تور فيلمها مالفيسنت، بس ما كانش لي أي ظهور علني. وعشان كده المرة دي بيحاول يستمتع بالبلد، فشارك في لوكال اكتيفيتيز منها رسم الحروف الصينية على مخطوطات، وكان مبسوط بالموضوع ده، وأكيد جرب الشاي الصيني. في أخبار قديمة قالت أنه براد كان ممنوع من دخول الصين من 1997 بعد فيلمه 7 Years in Tibet اللي تناول الحكم الصيني القاسي في منطقة الهيمالايا، لكن طبعاً هالزيارة نفت الموضوع. طبعاً. أما موضوع انفصاله عن أنجلينا والحادثة اللي تقال إنها كانت سبب في طلبها الطلاق، اللي هي تعنيفه لابنهم بالتبني مادوكس وهم في الطيارة، تسجيلات المطار عن الرحلة دي ما فيهاش أي ريكورد عن ده، وقالت إنهم تعرضوا لمطبات هوائية على الطيارة وده اللي تسجل بس. بالمقابل في عمال في المطار قالوا إنهم سمعوهم بيتخانقوا، وفي أخبار كمان قالت إنه كاميرات المطار سجلت هالحادثة لكن ما في صور نشرت للآن.